الأدب تنال أعلى الرتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 12. قال: باب الصدقة العلانية. باب الصدقة العلانية، وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. لم يرد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أحاديث، وإنما أورد بعده الباب 13. قال: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذان البابان يتكلم فيهما الإمام البخاري رحمه الله، ويشير يعني من خلال ترجمتهما إلى فضل الصدقة العلانية وفضل صدقة السر، وأن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه الكريم من يتصدقون علانية ومن يتصدقون سرا. هنا الشارح رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر يقول: سقط بالنسبة للترجمة الأولى اللي هي باب الصدقة العلانية إلى آخرها، قال: سقطت هذه الترجمة للمستملي والكشني هني وأبو ذر الهروي وغيرهم، هؤلاء من رواة صحيح البخاري، يعني نسخ صحيح البخاري، رواة كريمة المروزية ورحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم يعني الذين يروون عن تلاميذ البخاري أو تلاميذ البخاري، فهي نسخ صحيح البخاري المختلفة. فأحيانا يقع اختلاف بين هذه النسخ أو الروايات المختلفة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله في إثبات عنوان باب أو حذف هذا العنوان أو دمج بابين في باب واحد أو فصلهما إلى بابين أو نحو ذلك. يعني فالشارح هنا يقول: هذه الترجمة سقطت للمستملي وثبتت للباقي، بقية نسخ البخاري فيها إثبات هذا العنوان. قال: وبه جزم الإسماعيلي، ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديثه، يعني نسخ البخاري التي فيها هذا الباب باب الصدقة العلانية ليس فيها حديث. قال: وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. يعني ما الحكمة؟ لأن صنيع الإمام البخاري عندما يضع عنوانا وتحت العنوان آية كريمة لا يذكر فيها حديثا، فيقول هذا فيه إشارة إلى أن هذا الباب ليس فيه حديث على شرطه، اللي هو أعلى درجات الصحة، ليس هناك حديث في فضل صدقة العلانية، فاكتفى بالآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طيب، يعني وهذا يفيد أنه احتمال وجود أحاديث لكن ليست على شرطه، وإنما نفى وجود حديث على شرطه. قال: وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة، آية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قال: فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف، عبد الرزاق الصنعاني بإسناد فيه ضعف، إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عنده 4 دراهم فأنفق بالليل واحدة وبالنهار واحدة وفي السر واحدا وفي العلانية واحدة. فنزلت هذه الآية فتكون منقبة لعلي رضي الله عنه، ودي
من صنع مثل صنيع، هي الآيات الكريمة التي أنزلت في فضل صحابي صنع شيئا، فنزلت الآية في مدحه والثناء عليه، فيكون هذا له ولمن اقتدى به وعمل مثل عمله فيرجى له مثل أجره. في الآية الكريمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى ذلك أربعة أشياء. قال وذكر الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إن ذلك لك، أما إن ذلك لك اللي هو إيه، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن هذا الثواب لك يعني بإذن الله. وطبعا التقسيم هنا في الآية الكريمة نستطيع أن نقول يعني زي ضرب اثنين في اثنين، يعني يكون أمره الليل والنهار سرا وعلانية، فصدقة الليل ممكن أن تكون سرا ممكن أن تكون علانية، صدقة النهار يمكن أن تكون سرا ممكن أن تكون علانية، يعني فالذي يريد الأقسام الأربعة يعني ينفق مرة بالليل سرا ومرة بالليل علانية ومرة بالنهار سرا ومرة بالنهار علانية، فيكون أتى على الأنواع الأربعة كلها يعني، فيكون له إن شاء الله هذا الأجر يعني، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. قال وقيل نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. قول ثان في سبب نزول الآية الكريمة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله، يعني يجعل هذه الخيل وقفا ليقاتل عليها في سبيل الله تعالى يعني، فتحبس يعني تعلف وتعد وتجهز بحيث يعني إذا دعا داعي الجهاد فتكون مهيئة لذلك. قال أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة، الذي يربط خيلا في سبيل الله تعالى ويعدها للجهاد فهو ممن ينفق بالليل والنهار سرا وعلانيا، أي نفقة على هذا الخيل فهي نفقة لله تعالى وهو مأجور عليها، سواء أطعم هذه الخيل وسقاها بالليل أو بالنهار أو في السر أو في العلن في حضور الناس أو في غيابه. قال أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، ذكره الطبري وغيره. وقال الماوردي يحتمل لفتة كانت أسباب نزول يعني، بعدين الماوردي هذا يعني في تفسير للآية، قال يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه يرتفق بها كل مال في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم. فالماوردي رحمه الله يقول يحتمل يعني أن معنى الآية الكريمة أن الإنسان يكون له زروع وثمار، وكلما مر عليها مار بالليل أو مر عليها مار بالنهار أو في وكان سواء كان في الليل أو في النهار كان في سر يعني وحده أو كان في علانية في حضور الناس فأكل من هذه الزروع والثمار، فيكون لصاحبها أجر، وكذلك ما يأكل منها من إنسان أو طير أو بهيمة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون لصاحب الزرع أجر. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بزرع أو ثمر فيصوت عليه ثلاثا، يعني ينادي صاحب المكان ثلاث مرات ويرفع صوته ويناديه، فإذا لم يجد صاحب المكان فله أن يأكل بفمه غير متخذ
لا يحمل معه، لا يحمل معه، لكن مأذون له. إنسان إذا مر في الطريق بمزرعة ونادى صاحبها ولم يجد صاحبها حتى يستأذنه، فله أن يأكل منها قدر حاجته بفمه يعني، من غير أن يحمل معه منها. فيكون الأجر لصاحب هذا السفر. هنا بخصوص تعدد أسباب نزول الآية الكريمة، فهذا مما يذكر في علوم القرآن، إذا تعددت أسباب النزول للآية، مرات مثل هذه الآية ورد أنها نزلت في علي رضي الله عنه، ورد أنها نزلت في أصحاب الخيل، ورد أنها نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله. فهنا يعني يقال يعني أحد أمرين، يعني إما أن هذه الوقائع حدثت في زمن متقارب فنزلت الآية على أثرها، فكل من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أسباب النزول كل منهم قال نزلت في واقعة كذا أو في واقعة كذا. مرات تحدث عدة وقائع في زمن متقارب ثم تنزل آيات كريمة تشمل حكم هذه الوقائع كلها، فتكون كلها أسبابا للنزول. والاحتمال الثاني أن إذا كانت هذه الوقائع حدثت في أزمنة مختلفة أن تكون الآية مما تكرر نزوله، لأن القرآن الكريم منه ما يتكرر النزول، فأحيانا تحدث واقعة وتنزل الآية على أثرها ثم يحدث شيء آخر يعني تناسبه الآية وتشهد الآية لحكمه، فيتكرر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه جبريل عليه السلام نفس هذه الآية التي سبق أن نزلت عليه من قبل لسبب ثان، وربما تكرر أسباب النزول وتعدد النزول الآية الكريمة لهذه الأسباب. فهذا فيما ثبت من الأسباب أنه يعني فعلا سبب نزول الآية الواقعة حدثت ثم نزلت الآية على أثرها لتبين حكمها. في بعض الأحيان يكون قول الصحابي الكريم، يعني أي واحد من الصحابة الكرام يقول في آية كريمة إنها نزلت في كذا، مرات لا يقصدون المعنى الاصطلاحي لسبب النزول، وإنما يقصدون أن الآية تشمل حكم هذا الصنف من الناس أو كذا يعني، فيكون المعنى أنه من باب تفسير الآية وبيان يعني ما تشمله الآية الكريمة. فإذا كان كذلك فيكون يعني واحد مما ذكر سببا لنزولها، والباقي تكون يعني أمور أخرى تدخل في حكم الآيات الكريمة، يعني مثل ما يذكر بعض الصحابة في آيات الكريمة يقول نزلت في الخوارج مثلا، والخوارج ما كانوا موجودين زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنزل فيهم الآيات الكريمة، ولكن المقصود أن حكم الآيات يشملهم، يعني أن هذا الوعيد الوارد في الآيات يشمل الخوارج. الباب الذي بعده هو باب صداقتي السر، اللي هو باب الثالث عشر، اللي عرفنا في بعض نسخ البخاري باب الصدقات العلانية وصدقة السر أن كلها باب واحد وليست هي بابين، وبعض النسخ أنها مقصورة. طيب هنا الشارح رحمه الله يذكر أنه في رواية أبي ذر الهروي رحمه الله في نسخته وروايته للصحيح الإمام البخاري فيها إدماج الباب الذي بعد هذا اللي هو الباب 14، اللي هو باب إذا تصدق على غني أو إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، اللي هو لسه هيجينا الباب اللي بعده اللي فيها قصة يعني رجل ممن كان قبلنا تصدق بصدقة، مرة تصدق على غني ومرة تصدق على سارق ومرة تصدق على زانية. فهذا الباب باب إذا تصدق على أو إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، وفيه هذا الحديث. فيقول في نسخة أبي ذر إن في آخر هذا الباب هو باب صدقة السر، بعد أن قال وقوله تعالى أو وقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،
الآية وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم، وأورد حديث أبي هريرة، كل هذا باب واحد. إذا في بعض النسخ فيها إدماج ثلاثة أبواب، الثانية عشر والثالث عشر والرابع عشر، كلها باب واحد، ويأتي فيها حديث واحد اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي. يبقى على هذه النسخ يبقى هذا الباب فيه حديث، لكن النسخة يعني مثل النسخة التي معنا هنا فهذا الباب يعني بعد الآية الكريمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية، وينتهي الباب عند هذا الحد. فيقول كذا وقع في رواية أبي ذر اللي هو إدماج الباب الثالث عشر والرابع عشر معا، ووقع في رواية غيره باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، وكذا هو عند الإسماعيلي مثل النسخة التي بين أيدينا الآن. هكذا النسخة اللي عندكم ولا اللي هي فيها إيه؟ ينتهي الباب الثالث عشر عند الآية. قال ثم ساق الحديث ومناسبته ظاهرة، يعني إذا قلنا باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم وأورد في حديث أبي هريرة، المناسبة بين الترجمة والباب واضحة صحيح، لكن إذا كان حديث الرجل اللي تصدق على غني وعلى سارق وعلى كذا، إذا كان هذا الحديث جزءا من باب صدقة السر يبقى يحتاج إلى إيه مناسبة هذا الحديث لباب صدقة السر. ما هي مناسبة هذا الحديث لصدقة السر؟ إن الرجل إيه خرج بالليل، خرج بالليل وتصدق في الليل على هؤلاء وهو إيه لا يعلم، يعني وجد شخصا في الطريق وأعطاه ولا يعني بغير مرأى من الناس، يعني ما رآه أحد من الناس، وتصدق بالليل وتصدق إيه سرا. فهذا أيضا حتى النسخ اللي أدمجت الأبواب الثلاثة فيكون هذا الحديث أيضا فيه مناسبة لإيه لعنوان قوله الذين يفقدون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فهذا الرجل تصدق بالليل وفيه أيضا أنه تصدق في السر. فسواء جعلناه بابا مستقلا أو أدمجنا الأبواب فالحديث له مناسبة لهذه التراجم كلها. قال ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآية أو على الآية، يعني باب صدقة السر فيه حديث معلق. ما هو الحديث المعلق؟ اللي هو محذوف الإسناد، اللي هو وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه. هذا الحديث المعلق فيه إيه؟ يعني إشارة إلى فضل صدقة السر. قال وعلى ما في رواية أبي ذر التي فيها إدماج الباب الثالث عشر والرابع عشر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق اللي تصدق على غني وعلى سارق وعلى زاني. ما هي المناسبة؟ قال ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل بقوله في الحديث فأصبحوا يتحدثون الرجل تصدق عليهم وبعدين أصبحوا في النهار يتحدثون، معناها أن الصدقة كانت بالليل. قال بل وقع في صحيح مسلم الرواية في البخاري فيها فأصبحوا يتحدثون ففيها إشارة إلى أن الصدقة بالليل، لكن ورد التصريح في رواية مسلم بلفظه لأتصدقن الليلة فالرجل في النهار نوى أن يتصدق بالليل. قال فدل على أن صدقته كانت سرا، إذ لو كانت بالجهر نهارا لما خفي عنه حال الغني لأنها في الغالب لا تخفى. يقول لو الغني في النهار غالبا لا تخفى حاله، يعني يكون واضحا من ملبسه
يدل على أنه غني فلا يتصدق عليه في الكل، لو أنه تصدق بالنهار تبين حال الغني، فهذا يفيد أنه تصدق بالنهار. قال: بخلاف الزانية والسارق، الزانية والسارق قد يراهما بالنهار ولا يعرف أنها زانية أو لا يعرف أنه سارق، يعني السارق والزانية قد يراهما بالنهار ويتصدق عليهما ولا يعرف يعني حالهما، لكن الغني يقول غالبا يميزه إذا رآه بالنهار. ولذلك خص الغني بالترجمة دونه، لذلك يعني هذا يبين لماذا الإمام البخاري في الباب الرابع عشر قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، مع أن الحديث فيه التصدق على غني وهو لا يعلم، وعلى سارق وهو لا يعلم، وعلى زانية وهو لا يعلم، بس خص الغني بالذات، يقول أن لهذا الفرق، يعني أن الغني إذا تصدق عليه وهو لا يعلم فإن هذا غالبا يكون بالليل أو وهو لا يراه يعني. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المعلق، هو حديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا جزء من حديث الايه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. قال: طرف من حديث سيأتي بعد باب بتمامه. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد طرفا من الحديث، يعني جزءا من الحديث معلقا، لأنه بعد باب سيذكر الحديث كاملا، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله سيذكره كاملا بعد باب. قال: وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفا في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله له ترجمة سبقت في فضل انتظار الصلاة، فذكر فيها حديث السبعة لأنه فيه ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد. قال: وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. إنه إيه؟ يعني وعد هنا في هذا الحديث بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الذي تصدق بصدقة فأخفاها، فهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. قال: وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، يعني هذا أقوى الأدلة من السنة النبوية المشرفة، بالإضافة إلى الآية الكريمة التي فيها إيه قوله تعالى: وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. قال: ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع، الآية الكريمة وإن تخفوها وتطوها الفقراء. قال: ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء. لماذا قالوا آية وإن تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم في التطوع؟ قالوا أن الآية فضلت الإنفاق بالسر على الإنفاق بالعلانية، وقال أن هذا لا يكون إلا في صدقة التطوع، وأما صدقة الفريضة فإعلانها إيه أفضل، والطبري نقل الإجماع على ذلك، لكن الشارح سيبين أن المسألة ليس فيها إجماع يعني، ولكن يعني أكثر أهل العلم قالوا صدقة الفرض إعلانها أفضل، ولكنه ليس إجماع. وصدقة التطوع على العكس من ذلك، يعني الطبري حكى إجماع العلماء على أن صدقة الفرض إعلانها أفضل، وأن صدقة السر إخفاؤها أفضل. قال: وخالف يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب تابعي مصري، يعني كان إمام التابعين، في إمام أهل مصر يعني، فقيه أهل مصر ومحدثهم وإمامهم في زمن التابعين رحمه الله تعالى، الإمام يزيد بن أبي حبيب. فيزيد بن أبي حبيب تابع الجليل رحمه الله خالف في هذه المسألة، فقال: إن الآية نزلت
في الصدقة على اليهود والنصارى. قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم. وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا. يعني كان يزيد بن أبي حبيب رحمه الله يقول صدقة السر أفضل مطلقا، سواء في الفرض أو في التطوع، إذا كانت على فقراء المسلمين. ولكن إعلانها عند التصدق على أهل الكتاب، وأما في التصدق على المسلمين فيرى أن إخفائها أفضل مطلقا، سواء كانت صدقة سر، صدقة فرض أو تطوع. قال: ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. يعني يقول بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخفي إخراج زكاته المفروضة يساء به الظن أنه منع الزكاة، حتى يبرئ ذمته يعني، فيخرج زكاته يعني يعلن هي اخراجه للزكاه ويخرجها علنيه حتى لا يساء به الظن انه لا يزكي ماله. قال ابن عطيه رحمه الله: ويشبه في زماننا، يعني كل واحد ايه بيتكلم على حال زمانه، يعني ابن عطيه رحمه الله يعني متاخر بعد الزجاج بقرون، فيقول: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. نعطيها يقول في زمنه كثر مانع الزكاة، وصار يعني الذي يؤدي الفريضة يعني كأنه يتباهى بها لقلة من يخرج الزكاة المفروضة، فيكون عرضة يعني كأنه يفرق يعني بين الزمن الذي كل الناس تخرج فيه الزكاة المفروضة وليس هناك من يمنعها، فليس له مزية على غيره مثله مثل غيره، يعني فيعلن أنه أخرج زكاته لأن كل من حوله أخرجوها وكذا. أما حيث يكون يعني كثير من الناس يبخلون بإخراج الزكاة المفروضة، فيقول الذي يخرجها كأنه يرائي بأنه يؤدي الفرائض ومن حوله لا يؤدونها، فكأنه يفضل نفسه، فيكون في هذه الأزمان يكون حتى المفروضة يكون إخفاؤها أفضل على رأي أبي عطية ابن عطية رحمه الله. طبعا بالنسبة لزماننا هذا يعني بالتأكيد أن المسلمين لا يخرجون زكاتهم المفروضة كما ينبغي، يعني الحمد لله الخير موجود، لكن يعني ما يعلن من إحصائيات وكذا عن عدد المليارديرات المسلمين وكذا، ولو تحسب زكوات هؤلاء يعني لو أخرجوها لما بقي في المسلمين فقير واحد، فوجود يعني هذا العدد من الفقراء في بلاد المسلمين مع وجود هذا العدد من أصحاب المليارات والملايين، يعني هذا يعني يشير إلى أن هناك من هؤلاء من لا يخرج زكاته. قال انتهى كلامه رحمه الله. قال: وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة. هذا توضيح من الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول يعني هؤلاء الأئمة الذين قالوا الإعلان بالزكاة أفضل، يقول ذلك في الزمن الذي يكون فيه سعاة من قبل الإمام أو من قبل السلطان والحاكم، يبعث موظفين يجمعون الزكوات، فيمر يعني الساعي على أصحاب الأموال، يمر على البيوت ويجمع الزكوات يعني من أصحاب الإبل وأصحاب في الأموال الظاهرة، يعني الأموال في منها أموال ظاهرة وأموال خفية، فالأموال الظاهرة يأخذها الساعي. كذلك بعض الأئمة يفرق في التفضيل بين الإعلان والإسرار بين الأموال الظاهرة والأموال الخفية، فيقول الأموال الظاهرة أمام الناس يعني زي الزروع والثمار وزكاة الماشية،
يعني أموال ظاهرة، اللي عنده مزرعة وكذا كل من حوله يعرفون أن عنده مزرعة، فإذا أراد أن يخرج زكاة الزروع والثمار وكذا فيكون علانية، يعني يجمع الزروع حصته من الزكاة ويأتي المساكين ويعطيهم، كل أمر يعني ظاهرا والناس يعلمون به ويدعو المساكين وكذا، وكذلك في زكاة الماشين. وأما الأموال الخفية يعني عنده دنانير ودراهم أخفاها في بيته، فمن العلماء أن يقول هذه إخراج زكاتها المفروضة سرا أفضل، لأن الناس لا يعلمون بها فيخرجها سرا، وأما الأموال الظاهرة فيخرجها جهرا. فيقول في كان السلف يعطون زكاتهم للسعاة، وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج. يعني لما يجي الساعي يعني يمر يجمع الزكوات وبعدين يتخطى شخصا لا يأخذ منه ويقال أنه أخرجها سرا أو كذا، فهذا يجعله عرضة يعني لإساءة الظن به وأنه منع الزكاة. يعني أيضا من باب سد الذريعة، يعني ممكن يجي الساعي شخص عنده إبل وغنم وكذا يأتي يأخذ زكاته، فيقول لا أنا صدقت بها سرا، قد يكون هذا صادقا لكن غيره قد يكون كاذبا في هذا، ويكون ذريعة لمنع الزكاة، فذلك إعلانها يكون أفضل. قال وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم. يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول يعني في زمانه كما هو الحال في زماننا في معظم البلدان السلاطين والحكام وكذا لا يسرون سعاة لجمع الزكاة، وإنما كل أحد يخرجها بنفسه، فقال ففي هذه الحالة يكون إخفاؤها أفضل حتى لو هي صدقة فريضة. قال وقال الزين بن المنير رحمه الله لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا، فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإصرار أولى. يذكر صورة من الصور التي يكون فيها الإصرار بإخراج الزكاة المفروضة أولى، يقول إذا كان الإمام جائرا ويبعث السعاة لجمع الزكاة لكن الزكاة لا تنفق في مصاريفها الشرعية، يأخذها هذا السلطان الجائر يأخذها لنفسه وحاشيته ولا يعطيها للفقراء، فيقول إذا كان المال مخفيا السلطان هذا لا يعلم به، فالأولى أنه يخرجها سرا ولا يعلم به السلطان حتى لا يأخذ منه الزكاة ولا ينفقها في مصرفها السلطان. قال وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى والله أعلم. يعني هنا ابن المنير رحمه الله يقول أنه ليس بالضرورة أن كل صدقة فرض إعلانها أفضل وكل صدقة نفل إخفاؤها أفضل، فذكر مثالا لصدقة فريضة زكاة مفروضة وإصرارها أفضل، يقول مثالها في حالة السلطان الجائر والمال خفي، فهنا يخرج زكاته المفروضة سرا أفضل حتى يخرجها بنفسه في المكان في مصرفها الصحيح، هذه مفروضة وإخفاؤها أفضل. وبعدين في التطوع يقول ليس كل تطوع إخفاؤه أفضل، قد تكون صدقة التطوع وإظهارها أفضل. متى؟ يقول إذا كان هذا المتطوع بالصدقة ممن يقتدى به وسلم قصده، يعني ونوى نية سليمة أنه يريد أن يحث الناس حتى يفعلوا مثل فعله وحتى يقتدوا به، إذا تصدق علانية صدق التطوع مثل حملات يعني جمع التبرعات لبعض المشاريع الخيرية أو كذا، مرات الناس يتشجعون يعني إذا رأوا من يفتتح الباب ويتصدق وكذا فينافسه الآخرون في الخير ويتصدقون، فإذا الإنسان تصدق علانية في هذه المجامع وقال مثلا علي مبلغ الفلاني فاقتدى به الآخرون وكذا، إذا سلم قصده يكون إعلانه هنا قد يكون أفضل، لأنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله فينال أجره.
الصحابي الكريم الذي جاء وتصدق بصدقة لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة فرآه الناس فذهب كل إلى بيته وأتى بأموال ووضعوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فتهلل وجهه وقال إيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجره من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورها شيئا فقالها النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أنصاري تصدق أمام النبي عليه الصلاة والسلام ورآه الناس فاقتدوا به وتصدقوا مثل صدقته ممكن أتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم